فكرة إن ارتفاع الوعي ممكن يؤذي الشخص قولا واحدا لا. يعني الوعي دايما بيدفع للأمام، مستحيل يرجعك ورا. بس لو المعنى اللي انت بتقول عليه في فكرة إنه الواعي لما يعي ذاته فممكن يتضايق منها، هو ده في حد ذاته قلة وعي. ليه؟ لو انت متخيل إنك جاي الحياة هنا بلا أخطاء، يعني جاي هنا عشان تعيش الحياة اللي سموها الأفلاطونية التي بلا أخطاء، يعني تبقى غلطان. خليني أقول لك مثال لطيف جدا، يعني كتير فينا ممكن ما ياخدش باله منه، وكتير فينا عنده معلومة مغلوطة في الحتة دي تحديدا. لما أسأله هو إحنا لما ربنا خلقنا كنا مخلوقين عشان نعيش في الجنة ولا كنا مخلوقين عشان نعيش في الأرض؟ كتير من الناس هيقول لك آه طبعا عشان نعيش في الجنة، وبدليل انه قصة التفاحة والشجرة والقصة اللطيفة اللي كل الناس عارفاها دي، وده كان عقاب لينا ان احنا ننزل للأرض. في الحقيقة لو تتبعت آيات الخلق هتلاقي ربنا كان واضح جدا قبل ما يخلقنا، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. احنا جايين من الأرض يا جماعة، احنا مخلوقين عشان ننزل للأرض. طب ليه البريدج بقى، أو ليه الكوبري بتاع الجنة ده، المرحلة الانتقالية قبل الوصول للأرض اللي اسمها الجنة دي كانت مرحلة عشان نعرف فيها حاجة واحدة بس، إن إحنا هنغلط. مفيش حد مش هيغلط. حضرتك لما تدخل الجنة كآدم وتلاقي عندك عدد كبير جدا من الأشجار، كام شجرة في الجنة؟ كتير. دول قد إيه؟ إحنا هندسيا بنسميها إنفينيتي، يعني اللانهاية. طيب لما تدخل مكان فيه عدد لا نهائي من الأشجار ومحرم عليك كام شجرة؟ شجرة واحدة بس. النسبة الهندسية ما بين اللانهاية والواحد تقول إلى صفر. يعني إيه؟ يعني احتمالية الخطأ في الجنة صفر. ده أنت على بال ما تجرب الإنفينيتي من الشجر مش هتلحق، يعني العمر مش هيخلص، الحياة لن تنتهي. ما هو إنفينيتي، يعني خلص الشجرة دي النهاردة، الشجرة دي بكرة، فهعيش كام سنة؟ هعيش إنفينيتي من السنوات، يعني خلود. يعني لو فضلت أجرب بس هعيش طول العمر. يقوم الشيطان يجي يلعب معنا اللعبة الدنيئة بقى، فيقول لك ايه؟ يقول لك ان الواحد هو اللي يجيب الخلود بينما الانفينيتي ما يجيبوش. يعني لو قدرت تاكل الانفينيتي ده من الشجر ما انت عايش، يعني خلاص كل بس وتبص. يجي يقول لك بقى دي بقى هي دي بقى اللي فيها الخلود. وبالتالي التجربة، تجربة الجنة المرحلة الانتقالية في حياة البشر جميعا، هي دخول ادم للجنة عشان نعرف معلومة واحدة بس، ان لما يكون احتمالية الخطأ صفر هتغلط زي ما ادم غلط. طيب لما اغلط ايه اللي يحصل؟ الموضوع سهل جدا في الحقيقه. فكره بقى السؤال الجميل اللي انت قلته، انه الوعي احيانا بالخطا، ما هو ادم وعى بالخطا فممكن بقى يجلد نفسه فيؤذي نفسه، كانت في الحقيقه ممكن تبقى منطقيه لو ربنا ما كمل لناش القصه، لانه ربنا قال وصف لنا حاله الاضطراب الشديد اللي ادم بقى عليها بعد ما اكتشف انه غلط. فبدأ يلف في الجنة، وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة، يعني وعصى آدم ربا، يعني مشكلة كبيرة، دخل في دائرة اضطراب صعبة جدا. طيب إيه اللي حصل؟ ربنا قال خلاص استنى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ده ربنا اللي بادر بإلقاء الكلمات على آدم، يعني ربنا اللي عرفه كيف يتوب. هو في الحقيقة ربنا عارف إنه هيغلط، دي قصة منتهية. ليه؟ لأنه التجربة بين بني البشر تستلزم الخطأ. طيب لما نبقى احنا في الجنة اللي احتمالية الخطأ فيها 0% وننزل الأرض، احتماليات الخطأ دايما 50-50، يعني المية حلال بس في رمضان حرام، الخمرة حرام بس لو في الصحراء ومفيش غيرها حلال. يعني كل شيء له وجهين، والوجهين دول بقى زي ما قلنا انفينيتي إلى واحد في الجنة تقول إلى صفر، فواحد إلى واحد تساوي واحد. يعني عندي نسبتين في الجنة، النسبة صفر، في الأرض النسبة واحد. فالطبيعي هنا إن أنا نسبة الخطأ بتاعتي واحد، يعني 100% نسبة الخطأ في الجنة صفر. فلما أجي هنا أغلط ولا ما أغلطش؟ طبيعي جدا إن أنا أغلط. وفي الحقيقة آيات كتير وأحاديث كتير بقى بتشير للمعنى ده. ربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا يعني ما غلطش مرة، أسرفوا أسرف في الغلط،
قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. لانه الاصل ان هنا بتغلط. والحديث الشهير لو لم تذنبوا لو لم تخطئوا لذهب الله بكم واتى بقوم اخرين يذنبون فيستغفروا فاغفر له. فالمعنى معنى فكره ان حضرتك تبقى متخيل انك هتعيش حياه بلا خطيئه دي مش موجوده. لانه التجربه تجربه الجنه اصلا كانت لاثبات انك هتغلط. طبعا محدش يفهم ان الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان احنا بقى ايه نستمر الغلط ولا لا. لا هو كل القصه انه لما تغلط تبقى عارف انك غلط فتعيد تجربه ادم في الكلمات اللي تلقاها. فاكيد الكلمات اللي تلقاها ادم من ربنا هي الاستغفار، هي ان انا تقول لربنا انا اسف. ده كل الموضوع. انما تغلط فتجلد نفسك، وعيك بان انت غلط ده وعي مرتفع، جلدك لذاتك بعد الوعي انخفاض في الوعي. في اثر شهير دايما يقول لك انه اول ذنب الانسان يذنبه بعد الخروج من عرفه، طبعا كلنا لما بنروح نحج في يوم عرفه ربنا بيأذن بقى بالمغفره يعني، فيقول لك ارجعوا خلاص يا اهل عرفه خلاص رجعوا غفرت لكم كل الذنوب. نرجع من يوم عرفه كيوم ولدتنا امهاتنا. فانت راجع من عرفه ربنا قال لك اذهبوا انتم مغفور لكم وخلاص القصه منتهيه. وانت راجع بقى في الطريق لمزدلفه كده تقول هو فعلا ربنا ممكن يكون غفر لي؟ ده اول غلطه. ده اول ذنب. انك ما تكونش واثق في عفو ربنا سبحانه وتعالى ومغفرته. برضو ده مش معناه ان احنا نغلط ونستمر الغلط. لا ده معناه انه لما تغلط وتعي انك غلط هو ربنا مش عايز غير كده انك تقول له انا اسف.